اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ازيك كريم؟ ده كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. طيب خليني ابدا معاكم النهارده وبرضه اسمع رايكم في فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر المحلي لكره القدم. طبعا البطوله الثالثه السنه دي للنادي الاهلي في الموسم دوت. النادي الاهلي انجازات في كل حاجه ما شاء الله، يحسب لكل الناس اللي بتشتغل سواء الجهاز الفني، اللعيبه، مجلس الاداره. على فكره دي البطوله رقم 13 في عهد الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي في كره القدم. يمكن بطولات كابتن محمود الخطيب لو استعرضناها حتى هتلاقي 3 دوري، 2 كاس، 2 سوبر افريقي، 4 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، غير 2 برونزيه كاس عالم. فده يعتبر نجاحات يعني لمجلس الاداره بالتاكيد. البطوله ورا بطوله في كرة القدم في جميع الألعاب، النجاحات موجودة في كل حاجة، فده تتويج. دي يمكن البطولات اهي موجودة في كل 13 بطولة من ساعة ما تولى الكابتن محمود الخطيب رئيس للنادي في كرة القدم، وإن شاء الله يبقوا 14 بالدوري، وأفريقيا إن شاء الله يبقوا 15 بالإضافة لـ2 برونزية كأس عالم. فدي نجاحات النادي الأهلي. يمكن مباراة السوبر اللي فاتت ديت أنا بشوف إن مارسيل كولر بدأ يحط أو خلاص هو حط بصمته مع النادي الأهلي. مارسيل كولر ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب، نتمنى ان هو يكمل على كده في كل البطولات اللي لعبها، ماشي بنجاح رهيب. يمكن هو في مباراه السوبر اللي فاتت دي بشوف ان الاهلي او النادي الاهلي قدر مارسيل كولر يقسم المباراه بشكل كويس في المباراه. زي ما قلنا ليله المباراه ان جمهور الاهلي هيملي الملعب على الاخر، وهنستغل عدم تواجد او انسحاب نادي الزمالك من المباراه، وجماهير الاهلي فعلا ملت المباراه، ملت الملعب. وانا بشوف ان المكسب الاخير ده برده سر من اسراره التواجد الجماهيري في المباريات الاخيره، يعني حتى في الحضور الجماهيري في مباراه افريقيا في دوري ابطال افريقيا التواجد الجماهيري المميز لجمهور النادي الاهلي. ولكن على الجزء الفني بقى مارسيل كولر متفوق، كسب بيراميدز، دي المره الثالثه اللي يكسب فيها بيراميدز، كسب نادي الزمالك مرتين، ما خسرش يمكن غير 4 مباريات بس من اول منهم مباراتين خارج الارض في دوري ابطال افريقيا، ومباراتين كانوا في كاس العالم للانديه مع الفريق البرازيلي فلامينجو ومع ريال مدريد. يعني الحمد لله استقرار في كل نجاحات في كل الألعاب سواء كرة القدم جميع الألعاب. فنتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي يوصل على المسيرة دي يعني بإذن الله في كل الألعاب. كريم، طبعا أكيد أنا بشوف أن أهم حاجة في مكسب بطولة السوبر كابتن إسلام ويعني الفترة الحالية في التلت الأخير من الموسم أن هي جاية بعد ما الفريق كان بيعاني في بداية الموسم، وده يأكد لك أن في شغل تم سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الشق الفني عند الجهاز الفني واللاعبين. بداية الموسم ده كانت واحدة من البدايات الصعبة مع طبعا مع مارسيل كولر كمدير فني جديد، وكان مطالب كمان بحاجات كتيرة، لأن الفترة اللي فاتت الجمهور فعلا بصراحة ما كانش عنده صبر لأي شيء، ولا كان عنده صبر على اللعيبة، ولا كان عنده صبر على جهاز فني، ولا عنده حتى صبر على الإدارة. فشيء جيد جيد إن الناس تفهم إن لما بيتاح مساحة للوقت والشغل بيبقى ده الناتج، ويفترض إن زي أنت ما جالك وقت، البعض طبعا مش الكل، البعض زي ما جالك وقت وكنت بتركز على بعض الأمور السلبية، شيء مهم جدا إن أنت لما تلاقي إن في شغل تم والشغل ده نتج عنه تعديل في حاجات كتيرة، يبقى لازم تقول أيوه والله إحنا مثلا أنا كنت في الوقت الفلاني كنت متعصب شوية فانتقدت بزيادة، النهاردة فعلا الفريق ماشي بشكل ممتاز جدا. النهارده بنتكلم وبنقارن فتره مارسيل كولر والاداء الفني والبدني، البدني دي عايزين نحط تحتيها 20 خط. لما نشوف علي معلول بيعمل تاكلنج في الدقيقه 117 و118، وعلي معلول مثلا خلال اخر موسمين كنا بنتكلم مثلا بدي كمثال يعني على الموضوع البدني، يبقى النهارده اللعيبه دي لما كانت بتسقط في مباريات ما كانتش سقوط فني، ولكن الاساس كان السقوط بدني، والسقوط البدني هو اللي اثر على الفن. فالنهارده الحمد لله النادي الاهلي واصل لافضل مستوى له في اهم فتره من الموسم. ربما يكون الدوري المصري فعلا امر تنافسي انتهى بكل امان، انما المهم جدا 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 دوري ابطال افريقيا، وان الحمد لله الحمد لله في الفتره دي احنا واصلين لها بالمستوى اللي شفناه في المباراه الاخيره، خصوصا في ماتشين فاينل قدام نادي بيراميدز. خلي بالك برضه نقطه مهمه عايز اقولها، وتفتكر يا كابتن اسلام في بدايه مباراه الاهلي وبيراميدز كنا دايما بنتكلم هنا على العامل النفسي وان اللعيبه مشدوده جدا في ماتشات بيراميدز دي. النادي الاهلي بيكسب بطولتين من بيراميدز في مباراتين، النادي الاهلي متحكم في زمام الامور بشكل عادي جدا، واعتقد خلاص البدايه بتاعه العصبيه مع في مباراه بيراميدز دي امر انتهى وما اعتقدش هنشوفه تاني.